وفاة أرملة الفنان الراحل السيد راضي والجنازة بمدينة نصر. أعلن الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة الممثلين وفاة السيدة منال أرملة الفنان الراحل السيد راضي، حيث كتب على حسابه بموقع فيسبوك: الدوام لله الحاجة منال زوجة بابا السيد راضي، الصلاة والعزاء مدينة نصر مدافن الأسرة. يذكر أن السيد راضي رحل عن عالمنا يوم 10 أبريل عام 2009 عن عمر يناهز 74 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية أثناء تصوير مسلسل الحياة لونها بامبي. نقل على إسرها إلى المستشفى حيث أجريت له تحاليل طبية أثبتت وجود مياه على الرئة وبعض الأورام في جسده، وشيعت جنازته في نفس اليوم من مسجد مصطفى محمود. وبدأ السيد راضي حياته الفنية في بداية الستينيات على خشبة المسرح، وفي عام 1966 بدأت علاقته بالسينما. قدم في مشواره أكثر من 90 عملا، كما أخرج قرابة 50 مسرحية، كما ألف أعمالا بين السينما والتلفزيون. وأسس السيد راضي مسرح الطفل في مصر عام 1983، كما أسس أيضا مسرح الطفل الفلسطيني. من بين الأعمال التي شارك فيها: حبك نار، سلطان الغرام، الطارق، فتاة المافيا، رأفة الهجان الجزء الثاني، السيرة الهلالية، جمهورية زفتة، أبناء الصمت، وفتاة الاستعراض. أخرج مسرحية المدرسين والدروس الخصوصية ومسرحية سوء الحلاوة للفنانة الاستعراضية الكبيرة نيلي، ومسرحية البرنسيسة، ومسرحية دلع الهوانم. شكرا لكم على حسن المتابعة، واستنونا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.